مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم والرفيق. لا تكمن مشكلة التناص في مفهوم التأثير والتأثر أو حوار النصوص، وإنما تولد هذه المشكلة في عملية إنتاج النص بوصفه نظاما شاملا من العلامات الرمزية التي تمتد ما بين سياق ثقافي محدد لغويا وتاريخيا إلى محيط من الأفكار المتلاطمة المستعادة في أمواج تضرب ذهن فاعل النص. ولا نظن أن هذا الفاعل هو المرسل فقط، وإنما هو من يدخل بإرادته إلى بحر القراءة ممسكا بورقة تحتفظ بكلمات ما. جماليات التناص في الخطاب الأدبي بعد الفصل. جماليات التناص في الخطاب الأدبي، دراسات في أعمال حمزة شحاتة لأصحاب هذا العمل في الحقيقة، دكتور سيد محمد السيد، الدكتور جلال أبو زيد، ودكتورة فاطمة الصعيدي، التي في الحقيقة نشرف أن تكون معنا في هذا اللقاء، وهي أستاذ علم اللغة بقسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة حلوان. دكتورة فاطمة، أهلا بحضرتك معنا في هذا اللقاء. أهلا يعني وسهلا. شرفنا بوجودك معنا في الحقيقة. دكتورة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. تسمح لنا في الحقيقة أن نقرأ عنوان الكتاب ولكن بشكل تفصيلي، يعني نعم. جماليات التناص في الخطاب الأدبي، دراسات في أعمال حمزة شحاتة. نعم. بداية أود أن أقول أن هذا الكتاب سلسلة، يعني واحد من سلسلة طويلة أصدرها صالون غازي الثقافي العربي، الذي أسجل المكتبة العربية عشرات الكتب بداية من عام 1993 عندما انطلق هذا الصالون في سماء القاهرة. واعترف كثيرا جدا الدكتور غازي عوض الله، غازي زين عوض الله، أستاذ الإعلام، يعني هو الذي أسس هذا الصالون بمساعدة بعض الزملاء وبعض الأساتذة، وأثروا الحياة الثقافية العربية بكتب كثيرة، كان منها هذا الكتاب الذي يحتل العدد رقم 26. نعم صحيح. طيب إذا نقرأ العنوان. جماليات التناص في الخطاب الأدبي، دراسات في أعمال حمزة شحاتة. يقصد بالتناص اللي هو حوار النصوص، والمقصود بحوار النصوص أن يتضمن النص نصوصا أخرى. على سبيل المثال في بخلاء الجاحظ، هناك خبر يقول أن السيدة مريم الصناع رزقت ببنت، فغضب زوجها أو حزن، لا أقول غاضب، فسألته لماذا، قال يعني من أين سنجهز هذه البنت عندما تصل إلى سن الزواج. مريم كانت تدخر يعني كل يوم حفلة من دقيق، وعندما جاء سن الزواج زوجها، يعني جهزتها. فدخل عليها زوجها وقال لها أنى لك هذا يا مريم. يمكن استخدام اسم العام، هذا هو التناص. عندما استخدام يا لفظ ربما سبقت جاءت في القرآن الكريم، في القرآن الكريم هذا نعم هذا اسم العلم، توظيف اسم العام، العمل، العلم قد يأتي في التناص، يعني يوحي إلى التناص. برضو عندما يعني دكتور اقتباس من نص شهير سبق، ليس اقتباسا ولكن روح النص، يعني روح النص، يعني عندما أنى لك هذا يا مريم، قالت له من عند الله، كأنها يعني الباحث هنا وظف التناص القرآني أو الآية القرآنية في سياق القصة، في اختياره ربما أن اسم مريم ليس اسم مريم، ولكن أراد أن يكتمل التناص. عندما يقابلني شخص يبحث ويقول لي من أين لك هذا، فيحيل إلى القصة القديمة عندما عندما سئل الوالي من أين لك هذا. هذا هو حوار، هذا هو التناص، أن يتضمن النص نصوصا أخرى. فالنص ليس سطحيا، وإنما هو وليد طبقات جيولوجية من نصوص أخرى، في حوار بين النصوص. هذا يا دكتور يعتبر عنصر قوة في النص أم ضعف؟ لا، عنصر قوة أكيد، ويدل على أن صاحبه موسوعة الثقافة، قرأ وتأثر، ولكن بدون أن يعني القص ولا يعني أن يقطع هنا ويتعمد هذا، يعني لا، أن يأتي هذا من صيد الخاطر ويأتي موظفا في مكانه. فالتناص مصطلح يعني أتى في علم اللغة على يد جاليا كريستيفا، هي التي ذكرت هذا وقال أن النص الأدبي قد يتضمن نصوصا أخرى سابقة عليه.
هذه النصوص الأخرى تعطيه نوع من القوة ونوع من التأصيل والتأصيل، وربما يحيل المتلقي ويعمل ذهنه والآخر لكي يأتي بحكايات متشابهة. تقترب الصورة مثلا لديه على أي حال. نعم. نكمل باقي العنوان. ربما نصل إلى حمزة شحاتة. من هو حمزة شحاتة؟ حمزة شحاتة أديب سعودي كبير، ربما ليس عليه أي أضواء أو غير معروف بالنسبة للمتلقي العام. ربما المتلقي يعني المتلقي المتخصص في اللغة العربية وأدبها يعرف من هو حمزة شحاتة. نعم، هو في الحقيقة شاعر سعودي. نعم. ولد عام 1910 وتوفي عام 1972. تمام. ولد بمكة توفي بالقاهرة، وأيضا ربما يعني يضاف إليه أنه أديب وملحن وموسيقي تأثر وشاعر. نعم. وهذا الرجل يذكر له أنه في عام 1938 ألقى محاضرة في جمعية الإسعاف الخيري بمكة، استمرت هذه المحاضرة 5 ساعات، وكان عنوانها الرجولة والأدب الفاضل. يعني فكان هذا يعني هذه الخطبة العصماء تدل على موسوعية الفكر. وكان أستاذه المفضل هو العقاد، وهذا يحيلنا أيضا أنه عصامي، يعني علم نفسه بنفسه وقرأ كثيرا كان يخرج لنا هذه الأعمال الإبداعية. نعم. وأضيف شيء آخر، أن حمزة شحاتة كان شاعرا مجيدا أيضا، وكان يهتم بكل أنواع الأدب، ويظهر ذلك يمكن في سنلقي بعد قليل الضوء على رسائله التي تضمنت فنون. دكتورة فاطمة، يعني يمكن يعني عنوان دراسة حضرتك هو سفر الرسائل. نعم. دراسة في تقاطع الخطابات في أدب حمزة شحاتة. نعم. طيب خلينا نقترب، أي الأعمال أولا، يعني هنا دراسات في أعمال حمزة شحاتة. أي أعمال هذا الرجل؟ حمزة شحاتة في سفر الرسائل هذا هو كتاب أخرجته ابنته بعد وفاته، لأنها طلبت منه أثناء حياته أن يخرج هذا الكتاب، يعني تجمع هذه الرسائل. وهي عددها عدد هذه الرسائل 61 رسالة، ويمكن هذا يعني العدد دلالته، يمكن الأب عاش قرابة 61 هذا العدد. والحقيقة أن الرسالة رقم 61 دي رسالة كأنها رسائل للأب، كأنها يعني سوف نقرأ منها بعض السطور تبعثها إليه كأنه انتقل إلى العالم الآخر، إلى الرفيق الأعلى. ويعني هذه الرسائل خرجت بعد فترة من وفاته، يعني هو لم يرضى في حياته أن تنشر هذه الرسائل، وقال لها هذا أمر شخصي. ولكن بعد وفاته يعني أحست أن هذا الأمر ليس خاصا بها، ولكن يخص المتلقي، لأن في الرسائل خبرات كثيرة، ويعني بعض النصائح الأبوية التي يمكن أن يستفيد منها يعني البنت في سن الزواج وفي السنوات الأولى، وتحتاج إلى دعم معنوي من الأب وكذا، فكانت تبعث له ببعض الأسئلة فيجيب عنها في الرسائل. طب جميل، بعد قليل ربما نقرأ نماذج. لكن اسمحي يا دكتور، الكتاب يعني يتناول فكرة التناص. نعم. أي إقامة حوار بين نص أدبي وإبداعي ثقافي تاريخي مع نصوص أخرى سبق عليه، البحث عن الزاوية التي تمت من خلالها المعالجة. هل من توضيح آخر نضيف إليه يعني أو إلى ما سبق من كلمات؟ يعني في دراسة دكتور سيد محمد السيد. نعم. يعني استعرض جماليات التناص، كيف يكون التناص موظفا وليس كما قلت لحضرتك مجرد تعبيرات مقطوعة من سياقها. نعم. فمثلا له قصيدة اللي هي شمس بولاق، ويمكن هو يعني بيقيم حوارا بين هذا العنوان وما حدث في القصيدة وعناوين أخرى، وكيف أن اسم المكان مثلا مثل غابة رشيد مثلا، المكان بولاق ورشيد، فيحصل حوار من خلال العنوان بين هذه النصوص. نعم. وتتباعى. ويمكن عايز أريد أن أقول أيضا أن حمزة شحاتة وقع في أسر القاهرة مثلما وقع في أسر الشام مثلا أحمد شوقي، يعني هو يقيم مقاربة معه. يعني حمزة شحاتة عاش في القاهرة ما يربو عن 30 عاما، فأحبها ومات فيها الحقيقة، يعني فكان يعشق كل الأحياء، ومنها يعني خلد، لن أقول خلد، ولكن ذكر بعض أحياء القاهرة في أشعاره.
وثقها وثق لها. نعم. تفتح لنا يعني هنا نقترب من قراءة عنوان دراسة حضرتك الخاصة في الكتاب سفر الرسائل دراسة في تقاطع الخطابات في أدب حمزة شحات. ماذا عنها قبل أن نبدأ في تفاصيل أكثر؟ سفر الرسائل كما تعرف يعني يعرف الجمهور المشاهد الكريم أن السرد له طرائق كثيرة، منها طريقة كتابة عبر الرسائل، يعني عندنا السرد المباشر الذي يعتمد فيه على ضمير الغائب، أو السرد الذاتي الذي يعتمد على ضمير المتكلم، عندنا السرد القائم على مثلا الرسائل واليوميات. ويمكن عندنا الأستاذ توفيق الحكيم سبق في ذلك عندما بعث رسائل إلى أندريه صديقه الفرنسي، ربما يكون صديقه متخيلا وبنى وربما يكون حقيقي وقد يكون حقيقيا. فالرسائل بنية سردية معتبرة أقام حمزة شحاتة في بنائها عدة الحقيقة فنون أخرى مثل المقال. يعني هنا نص عابر للنوعية، والمقصود بالنوعية أنه يعني لا نصنفه، النثر مصنف بين القصة القصيرة والرواية والمقال والخاطرة والمثل والحكمة إلى آخره. حمزة شحاتة عبر على كل هذه الفنون، وفي رسائله الحقيقة موسوعية في الكتاب. طيب نبدأ يعني ببعض النماذج يا دكتور، هل نتخير أحد هذه الرسائل؟ وهل من عنوان لها قبل القراءة مثلا؟ الحقيقة ممكن أختار نموذج الخاطرة مثلا على سبيل المثال. نعم. صفحة كام يا دكتور؟ صفحة 80. نعم الخاطرة. بيقول في 79 آخر سطرين. نعم. بيقول لا دي الشعرية. تمام. بدأ الخريف هنا وبدأت الأوراق تتساقط كما تتساقط أحلامنا في الفراغ الرهيب، وغدا يزحف الشتاء ويلقي ظلاله الجامدة. إن كل شيء يتحطم إذا لم يبقى في حياتنا ما نتطلع إليه. إن الحياة هي التحول، التحول هو الذي يعطينا الشعور بالانطلاق وبأننا أحياء، حياتنا دائما بحاجة إلى شيء صغير يعطيها الشعور بالتحول. أين هو هذا الشيء الصغير في أي صورة ممكنة؟ لا شيء يعبر عن الحياة والزمن والانطلاق، يا له من سجن رهيب هذا الذي أنا فيه. كل هذه وهناك أيضا عنوان يعني فقرة أخرى بتقول إن شقاء الإنسان وعذاباته ليست نتيجة لأخطائه، هناك أناس يخطئون دائما لا يفعلون إلا الخطأ، ولكنهم لا يدفعون ثمن أخطائهم ويعيشون في انفصال عنها وعن تأثيراتها، وأناس لا يخطئون على الأقل لأنهم لا يجدون الوقت ولا الإمكان للخطأ، ومع ذلك فهم في عذاب بأخطاء غيره. طيب دكتورة فاطمة اسمح لي، قلت ان ابنة حمزة شحاتة وجدت ان هذه الرسائل يمكن ان تعرض للجمهور. نعم. للاستفادة ولتعم الفائدة، اهم هذه الفوائد برأيك يعني او برأيها هي حتى تعلن ما كان قال الاب انه يفضل ان يبقى سرا؟ مجموعة الخبرات الحياتية التي يقدمها الكبار نتيجة خبراتهم المتراكمة. هذه الخبرات المتراكمة لا تكون أبدا في افعل ولا تفعل، هي نصائح اكتسبها الرجل حمزة شحاتة الأب من خلال تجارب عظيمة، وخصوصا اللي هي تجربة الأبوة، تجربة البنوة، وخصوصا عندما أنجبت ابنته ابنها الأول كانت تعاني في تربيته بعض الشيء، فكان يقول لها يعني من الأشياء اللطيفة مثلا ماذا كانت تفعل وهي صغيرة، وكان يداعبها يعني على سبيل المثال. هذا موجود في نصوص الرسائل. أيوة. نعم. يعني كان أحيانا يقول لها يا ابنتي، في الاخر يقول لها بابا في اول الزواج. كان يزيل بعد ان ولدت ابنها الاول الوالد، كانه يشعرها انها اصبحت والده، وبالتالي عليها مسؤوليه عظيمه في تربيه هذا الكائن الصغير كما كان يقال. جميل. يعني ربما نعود للدراسه مره جديده، ويعني شيء من يعني التخصص في فكره اليه الكتابه عند حمزة شحاتة ربما لها شكل مختلف، وهنا كيف جاءت الدراسه التحليليه لتسجل او ترصد هذا؟ الحقيقه زي ما كما قلت سابقا ان هذا الرجل كتب نصا موسوعيا استدعى فيه فن المقال الذي يعتمد على فكره،
ووجهة نظر ورؤية ومقدمة وعرض وختام، واعتمد كذلك على الخاطرة اللي هي فيض وجداني عاطفي انفعالي عفوي يستخدم في ضمير المتكلم، واعتمد على بنية المثل او يعني البنية المختصرة. يعني اذا ما عرفنا المثل مثلا العربي او اي مثل نقول انه نص موجز سائر صائب المعنى، موجز لانه لا يتعدى الا جملة واحدة ربما سطر واقل. يعني مثلا على سبيل المثال من سره بنوه سأته نفسه، هذا مثلا عربي. هو كذلك كان يتمثل ويضعها مفتاح مفتاح للرسالة، كأنه يقول لا أنا أبعث لك بهذه النصيحة، ثم يفسر لها ما المقصود لعلها لا تفهم مثلا، لأنه يعي أنها ما زالت صغيرة وأنها تحتاج إلى نوع من كما قلت الدعم النفسي والوجداني والحياتي أكثر من ذلك. وكان عنده كذلك موضوع الشعرية، والشعرية أقصد بها أن لغة الرسالة تقترب كثيرا من لغة الشعر، فيعتمد على البنية التكرارية مثلا، يعتمد على ما يسمى بالتوازي، التوازي اللي هو توافق الجمل، يعني الجمل القصيرة مثلا مبتدأ وخبر، يعني بنية صغيرة جدا جدا، يعتمد مثلا على ما يشبه التفعيل، يعني إيقاع معين بوزن معين بصرف معين بنية صرفية معين. طيب ربما نعود مرة جديدة أيضا حول شكل الرسائل والمقال عند حمزة شحاتة، يعني كيف تميز هو عن من سبق او حتى من جاء بعد؟ الحقيقة في رسائله وخصوصا التي اخذت شكل المقالة، ان المقالة عنده غير طويلة، يعني ممكن الرسالة لا تزيد عن مثلا 12 سطرا، رغم ذلك انها تتضمن المقدمة او الاستهلال، قد يكون هذا الاستهلال تساؤليا، يعني يسألها سؤال وينتظر، هو لا ينتظر منها اجابة، ولكن قد تبدأ بشكل مباشر، سألتني عن كذا فأقول لك إن كذا يعرفها هو، وكان يزيد بشكل مصطلحي دقيق جدا كأنه فعلا يعطي محاضرة أو يكتب زاوية في جريدة. ربما كان على علم أو يعني ربما يتوقع أن هذا سوف ينشر للجمهور الأكبر بعد ذلك. الحقيقة الأديب دائما يعي المتلقي، يعني لو قلنا أن اللغة تقوم على ثلاثة رؤوس مثلا، المرسل اللي هو المبدع، والمتلقي اللي هو المرسل اللي هو الرسالة، والمتلقي هذا له دوائر كثيرة، دوائر التلقي كثيرة، يمكن مثلا أنت الآن حضرتك تسألني فأجيب، فحضرتك متلقي الدائرة الصغيرة، ثم تتسع هذه الدائرة، ربما المتلقي هي شيرين البنت الكبرى له، او كان يسميها الكبرى كأنها الصعبان الحياة الكبيرة، يعني كان يكتبها الكبرى، يعني فربما هي المتلقي الاصلي، تزيد دائرة التلقي ليشمل المتلقي بشكل عام. نعم. طيب يعني خلينا ناخد نموذج اخر يا دكتور. في نموذج اخر ممكن نختاره للمقالة، مثلا صفحة ده نموذج الرسالة المقالة 88 88. دائما يقول، دائما يكتشف الإنسان أنه ضحية خطأ كان في إمكانه توخيه أو السلامة منه لو أخذنا بكذا أو ترك كذا، وباستمرار تقريبا يوجه مسؤولية هذا الخطأ إلى غيره ويدفعها عن نفسه، وفي الغالب لا يعترف بأنه كان يخدع بمن يوليهم ثقته، ويرى أن الذين يصيبون مقاتله هم الذين أحسن إليهم، واعتقد طهرهم وصدقهم وصدقهم المحبة والعطف، وخاض المعارك لنصرتهم. هذا مثل كل ما تمليها علينا حساسياتنا صحيح نسبيا، ما مقدار الصحة في هذا الصحيح نسبيا، وما مقدار نقيضها. هنا يعني كما ترى حضرتك انه يستخدم الضمير المحايد، ضمير الغائط، هو لا يتدخل، هو يتخذ موقفا كأنه معلم، هو بعيد عن المشهد، يؤدي نصا تخصصيا مقالا قد تقرأه ابنته يقرأه اخرون. هذه هي بنية المقالة التي هي بنية تأملية، ليس فيها ذاتية ولا ضمير المتكلم، هي تعتمد على ضمير الغائب كما قلت. دكتورة فاطمة، يعني من أين حصلتم على هذه النصوص؟ يعني
من الأعمال الكاملة لحمزة شحاتة، ويمكن كانت كلها يعني جمعت يعني أعمال من كتاب الإسلامية رقم 47 نشره محمد عبد المقصود محمد سعيد خوجة سنة 1431 هجرية 2010 ميلادية. نعم، الدراسة يعني تحت عنوان سفر الرسائل هي دراسة تحليلية. نعم. يعني هنا يعني مثلا رصد شاعرية اللغة عند حمزة شحاتة كيف جاء؟ يعني هل تحت عنوان مستقل او كذا؟ نعم، جاء يعني مثلا الشعرية او الحس. نعم. يعني على سبيل المثال سوف ارصد مجموعة من السمات الاسلوبية التي ميزت الرجل. نعم. اولها نعم. مفاتيح الفصول، تقاطع الخطابات كما قلت سابقا ان هناك المثل والمقال والخطبة والخاطرة الى اخره. على سبيل المثال اول سماء اللي هي مفاتيح الفصول. مفاتيح الفصول دي عبارة كما قلت عبارة عن حكم او امثال مجازة يبدأ بها شكل الرسالة. مثلا يقول الشهرة هي الضريبة الفادحة التي نقدمها ثمنا لنجاحنا. هذه الرسالة التي ربما تعد كما لو كانت حكمة او كذا. حكمة او مثلا القمم الحادة لا تتهيأ فيها امكنة للراحة والاسترخاء. وقال في هذه الرسالة كان يقدمها لابنته عندما قالت له اني اسجل لدرجة الماجستير، فقال لها يعني لا تهنئي كثيرا فالقمم الحادة لا تهيئ اماكن للراحة. فالانسان يعني الحقيقة يحضروا من الان بيت من الشعر اللي هو وحيد من الخلاب في كل بلدات اذا عظم المطلوب وقل المساعد. يعني عندما نصل الى مراحل في حياتنا متقدمة المساعد يكاد يكون غير موجود لانه لا يستطيع ان يساعد. يعني وهنا الانسان طول الوقت يبقى مؤرق لانه ربما في مهمة اصعب من او اكثر دقة. طيب. هنا استخدامه ايضا للجملة الفعلية كثيرة. يعني دكتورة كيف تم رصده في الكتاب؟ الجملة الفعلية طبعا لا يخفى على المشاهد الكريم ان الجملة الاسمية لها يعني متى نستخدم الجملة الاسمية ومتى نستخدم الجملة الفعلية. سأقولها في ايجاز حتى يتسنى طالب الفرقة الاولى الاعدادية ان يفهم. يعني الموضوع سهل جدا. اذا ما اردت ان تصف استخدم الجملة الاسمية. إذا ما أردت أن تختص إنسان استخدم الجملة الإسمية. أن تتحقق من كلامك استخدم الجملة الإسمية. على سبيل المثال عندما أقول الغرفة واسعة وصف ثابت كأنك تلتقط صورة فوتوغرافية صامتة ثابتة. أنا محمد أو أنا مجتهد، أنا أختص نفسي بسمة الاجتهاد، قد يكون محققا وقد يكون غير محقق. عندما أقول أنت مجتهد أنت أنا هنا تحققت من اجتهادك. هو مجتهد، يبقى إذا الجملة الإسمية لها ثلاث استخدامات. إما الوصف وإما التحقق وإما الاختصاص. أما الجملة الفعلية فهي جملة الحركة، يعني الفعل هو الحدث، والحدث أننا يعني على سبيل حياتنا كلها قائمة على الأفعال. لو يمكن في بعض النقاد أو بعض علماء اللغة قالوا أننا نستطيع أن نحكم على عمر الكاتب النص من خلال عمل، ونعرف إن كان مذكرا أو مؤنث من خلال عمل مكول ليس عليه اسم، من خلال استقراء للأفعال. يعني مثلا على سبيل المثال إذا كانت الأفعال كثيرة وفيها نوع من استخدام ضمير المتكلم إلى آخره، فهذا شاب منفعل في بداية حياته كثير الحركة. وإذا كانت الأفعال رزينة يعني استخدامها قليل فده نوع من أنه كبر في السن. لا. خلاصة الأمر أن الجملة الفعلية فيها نوع من السرعة الحركة، يعني كمان الحقيقة الحياة يعني. لا. طيب دكتورة جاء في الكتاب ربما يعني جماليات التناص في الخطاب الأدبي دراسات في أعمال حمزة شحاتة مجموعة من المصطلحات ربما منها، ونريد هنا التفكيك أو التبسيط. يعني التناص، التماهي، الخطاب، الحداثة وما بعد الحداثة. الحقيقة هذه المصطلحات قد يعني يظن المشاهد الكريم يعني صعبة، لكن سأقولها في تعبيرات بسيطة. الحداثة ضد الحديث ضد القديم. ويمكن مصطلح الحداثة ظهر كرد فعل للعصور الوسطى وما كان فيها من تعتيم وما كان فيها من ظلام وما كان فيها من عبودية،
وارتبطت دائما الحداثة بالمخترعات الحديثة والتقدم التكنولوجي والنهضة والتنوير وكل ما هو في الثقافة والعلم والتكنولوجيا. جاءت الحرب العالمية الثانية لكي تكون مفصلا حادا وقويا جدا جدا ان يظهر ما بعد الحداثة. يعني الحرب العالمية جاءت خربت كل ما اوروبا العظيمة، الحروب والتناحرات الى اخره، فكان رد فعل ما بعد الحداثة اللي كان بعد الحرب العالمية الثانية. للأسف الشديد ما بعد الحداثة، يمكن الحداثة مالت إلى توحيد الناس، إلى النظرة التنويرية، إلى الجمال، إلى كل ما هو يعني يبقى خيرا للإنسان. ما بعد الحداثة الأحلام الفردية، الانفصال، النزاعات العصبية الطائفية، وللأسف الشديد يعني هي يعني منظر كريه جدا جدا، بيدعو للتشرذم، بيدعو للأنا، الأنا أنا فقط. نعم. هذه الكلمة التي ربما هي منقوطة جدا لكنها متكررة، انجو بنفسك. نعم. والحلول الفردية التي نسعى، ويمكن يعني لم يعني أنكر أن كل منا يسعى إلى تحقيق زاوية، ونقول ربما لو حللت مشكلتي أنا حليت جزء من مشاكل المجتمع، ولكن هذا أمر سيء جدا. نعم صحيح. يعني ربما يعني هنا لن نقدم مبررا، ولكن هو توصيف. ربما حتى يأتي مجتمع له ضوابط واضحة الجميع يدخل تحتها يعني ويلتزم بالقانون فيها، يعني طبيعة هذه الجزئية بتاعت الفردية أو أنا. طيب على أي حال، مرة جديدة دكتورة فاطمة، يعني للقارئ الكريم الكتاب في سطور الكتاب هو الكتاب هو تجربة نريد أو أراد صاحب الصالون الثقافي دكتور غازي زنع وضل أحياء من جديد على إطار أو على فكرة أعلام العرب التي كانت موجودة في الستينيات. نعم. وكما قلت سابقا لقد ساعده كثير جدا جدا من الزملاء، مثلا أذكر دكتور سيد محمد السيد قطب، وكان رحمة الله عليه دكتور سمير سرحان من مؤسسي الصالون ومن المشاركين فيه، وناس كثيرون جدا 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 يعني أسهموا. يعني اسمح لي حضرتك أن أنا أقرأ عناوين بعض الأسماء التي خرج لها مثل أعلام. يعني مثلا كتب دكتور سيد محمد السيد قطب أول عدد من هذه الأعداد، النجم في مدار العشق، كيف نتذوق شعر فاروق جويدة، سمير سرحان أمير في مملكة الثقافة، جمال بدوي الوكيل جمال الشخصية العربية، المجيد محفوظ في القلب، هارون هاشم رشيد شعر الغرباء، صلاح طاهر ألوان من فضاء الجمال، زكي نجيب محمود رائد التنوير، عبدالله الجفري عاشق المحال، المفكر إبراهيم قويدر، الدكتور أحمد زويل، الشاعر محمد إبراهيم أبو سمة، عبد الرحمن الرفاعي، عمر كردي إلى آخره. نعم. يعني وأيضا دكتور سيد محمد السيد قطب، عبد الفتاح أبو مدين، يعني كتب كثيرة جدا جدا أضافت للمكتبة العربية الحقيقة إسهامات. أتمنى يعني هذا الكتاب يقدم في المنتديات. نعم. أتمنى أن يعني يحتذى او يسير على خطى هذا الموقف. طيب. ربما يعني اخيرا يعني نختار يعني ما شئت يا دكتورة، ممكن يبقى من ابيات الشعر في دقيقة واحدة يعني النص نختتم به. انا الحقيقة ساختار يعني ليس شعرا ولكن فقرة صغيرة. أفضل. يمكن كانت نهاية الدراسة الخاصة بي وهي من كلماتي، يعني بقول ستبقى الرسائل دوما محط سعادة، ستبقى الرسائل دوما محط سعادتنا، ستبقى الواحة الظليلة التي نموذ بها عندما تقصي الأيام، نعيد قراءتها فتعود مع تلك القراءة تلك كل الأيام التي عشنا فيها زمنا قد لا يكون رغدا، ولكن كان زمنا لم نكن قد حملنا تجاعيد الوجوه أو النفوس. ستبقى رسائلنا رغم حبسها في أدراج مكاتبنا وفي ضلوعنا. نعم. مجازا للحياة التي رسمنا فيها خطوط المستقبل.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الصعيدي، أستاذ علم اللغة بقسم اللغة العربية بكلية الأدب جامعة حلوان، وصاحبة سفر الرسائل أو هذه الدراسة، دراسة في تقاطع الخطابات في أدب حمزة شحاتة، يعني من كتاب جماليات التناص في الخطاب الأدبي، دراسات في أعمال حمزة شحاتة. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكر جدا لحضرتك وكل الرسالة القيمة التي تقدمها النيل الثقافية لجموع المتلقين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. حضراتكم إن شاء الله تستطيعوا متابعة هذه الحلقة بعد ساعتين من الآن على موقع البرنامج على الفيسبوك الرفيق باللغة العربية. شكرا جزيلا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.